لو الحكاية فيها إن فيديو. الكتب اللي موجودة في معرض الكتاب لسيد قطب واليوسف القرضاوي دي موجودة في دار الشروق، والناس مش واخدة بالها إن كتب يعني يوسف القرضاوي وسيد قطب دي هذا الفكر بتنشره دار الشروق من سنوات عديدة، هي مش نشرها النهاردة، فهي كانت حطاها في جناحها، بس بعد ما الناس استهجنت هذا الأمر فورا الحقيقة هم شالوها فورا من أول امبارح، إنما هي موجودة في قوائم اتحاد الناشرين لأن هم الناشرين اللي لهم حق حقوق الملكية الفكرية.